نزحنا إلى قاطع قطمة من حوالي 4 أشهر. طبعاً إجينا لهون تحت أشجار الزيتون، شفت المعاناة اللي بيعانيها الأطفال، حاولت إنه أعمل خطوة تطوعية مني بإقامة مدرسة تحت أشجار الزيتون. طبعاً الفكرة لاقت وكان في استجابة لها الفكرة، وشان إنه الطفل يتم مستمر مع الأفكار والمعلومات اللي تلقاها بالمدرسة قبل النزوح. أنا حلمي إنه يكون في مدرسة هون ويكون فيها كافة المستلزمات من مقاعد، من خيام، من قرطاسية، عشان هالجيل هذا ما يضيع ويستمر بالتعليم وتستمر ثورتنا مع هالجيل الصغير.